جائزة أفضل مذيع اجتماعي لعام 2017 الإعلامي الكبير عمرو الليثي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا يمكن في منتهى السعادة النهاردة أن أنا بأكرم من مؤسسة إعلامية كبيرة زي وشوشة للعام الثاني على التوالي، وده شيء بعتبر وسام على صدري. مؤسسة كبيرة بقيادة إعلامي كبير. الحقيقة أنا بعتبر علاء الكحكي مهندس من مهندسي الإعلام المصري الجيد، الشاب العصامي اللي قدر يبني ويكافح ويتعب عشان يعمل إعلام محترم، فبحيي علاء الكحكي جدا على اللي هو عمله. وبحيي جدا الصديق العزيز الإعلامي والصحفي المحترم أحمد الهواري على المصداقية العظيمة اللي قدر يخلقها لهذه الجائزة في فترة بسيطة. والحاجة الثالثة، عايز أبشركم بأخبار سعيدة في حضور يمكن اثنين من أصدقائي الأعزاء موجودين النهاردة، أن قناة الحياة تعود مرة أخرى بقوة مع شريف خالد وياسر سليم إن شاء الله، فبهنيهم هما الاثنين إن شاء الله، وانتظروا الحياة تعود رقم واحد وتكون منافسة شريفة لجميع القنوات إن شاء الله بإذن الله. حاجة الأخيرة عايز أقولها، أنا سعيد جدا بالتكريم ده، وبهدير كل واحد من مشاهدي، واحد من الناس برنامج اجتماعي بدأ من أكتر من 10 سنوات، خدمنا فيه ناس كتير، احنا خدمين الناس، احنا بنحاول نخدم كل بسطاء الشعب المصري، احنا مستمرين في اداء رسالتنا. واحد من الناس يعود ان شاء الله من اول فبراير بشكل قوي جدا ان شاء الله، عشان يعالج الفقراء ويوصل الميه ويعمر البيوت ويلم الناس اللي اتفرقوا الفتره اللي فاتت. بشكركم جدا جدا جدا. الف مبروك استاذنا.